آخر مسألة حسن التقدير في مسألة المناظرة. ويا اخواننا دي فيما أعتقد من أهم المسائل في المناظرات، من أهم المسائل حسن التقدير أو مراعاة المصلحة والمفسدة من المناظرة. الناس بيظنوا إنه المناظرة دي محض شجاعة، يقول لك فلان ده جاهز، والله يسا تقول ده المناظرة بناظرك. ولا كثير من أخواننا بيقوموا بيجيبوا لك زول كده سهلة، بس الواحد منهم في واحد في حلتهم طوال يقعد معه يقول له انت كده ده المناظرة، ايوه اكتب معي نوقع المناظر فلان وطوالي، والمناظر بينك مزمل فقيري مناظر، والمناظر عندكم فلان، ويشيل الورقة ويجيك يقول لك وقعنا لكم مناظرة بجاي. يا زول انت بتوقع ساي؟ ساي بتوقع مناظرة؟ المناظرة يا اخواننا عندها فقه، في سؤال انت شوف تسأل له نفسك في أي مناظرة من المناظرات قبل ما تقدم عليها، هل هذه المناظرة تقمع البدعة أم تساعد على نشر البدعة؟ شوف مناظرتك مع صوفي مثلا في عقيدة الصوفية أو في الأسماء والصفات أو في غيره، هل هذه المناظرة ستقمع البدعة في غالب الظن؟ ولا هي حتنشر البدعة؟ لأنه أحيانا ممكن تكون البدعة دي في البلد دي ماف. أضرب لك مثال، الآن لو طلب مني واحد المناظرة في موضوع عائشة رضي الله عنها وأرضاها وما قيل في حقها من البهتان والكذب والافتراء اللي قالوا المنافقون قديما والشيعة حديثا، كويس؟ لو طلب مني المناظرة في ده وأنا عندي من الحجج والأدلة والبراهين ومعرفة الرد على الشبهات جاهز أنا من كل النواحي، هل سأقدم على المناظرة أو لا؟ أنا في تقديري في بلدنا دي ما مناظر في موضوع زي ده. لو فعل ما فعل، لو تحداني، جت حداني قدام الناس كلهم والناس بيشاهدوا، أنا أتحداك تناظرني في موضوع عائشة، أقول له ما مناظرة. ليه؟ لأنه بلدنا سليمة من الموضوع ده، يعني قل وندر جدا إنك تجد واحد في المجتمع يتكلم في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها بسوء. بتلقى أسأل لو مشيت من هنا من الثورة دي مشيت ليه الخرطوم، قلت لك لحد الصباح فتش لي اثنين بيتكلموا في السيدة عائشة قد ما تلقاهم، أي ذلك تزالوا شماشي وسافي وتعطوا الطنباك ذاته، أقول لك الناصية الفلانية للعماري المصلح تزالوا، يقول لك السيدة عائشة يقول لك رضي الله عنها بحلته بتاعت الطنباك دي، فهمت؟ إذن لو طرحت مناظرة في موضوع زي ده ما بقبلها. ليه؟ لأن المناظرة هنا تساعد على نشر البدعة لا على قمع البدعة، ولذلك السلف نهوا عن المناظرة من هذا الباب. كثير من المناظرات، لأنه زمان عند السلف كان الناس في عافية ما يعرف خلق القرآن، كثير منهم ما يعرف مسائل القدر على الفطرة، زول يؤمن بالقدر على الفطرة، يؤمن إنه القرآن كلام الله على الفطرة كده. لكن لما أنا أجي أجيب لي مبتدع اقعد يبث في الشبهات شبهة كده وشبهة ويغرس في أذهان الناس كده، أنا ساعدت على نشر البدعة لا على قمعها. وده يا أخواننا باب مهم جدا، عشان كده كثير من أخواننا لما يقوموا يطالبوا يقول لك يا أخي تعالوا ناظروا لنا فلان، وفلان يطالب بالمناظرة زول معين من الناس أفرض له سين، كويس؟ يجي يقول لك أزول لك قال ده المناظرة معاكم يا هدى في الواتساب في الفيسبوك رفع إعلان قال ناظروا، لا ما بناظروا ما بناظره. ليه؟ لأنه أنا لو ناظرته حاشهر بدعته وضلالته، خليه يموت على كده. عشان كده السلف كانوا يقول لهم خلونه يموتوا كمدا، ما يخلوه يجد لنصر بدعته سبيلا. هنا كلام جميل جدا لابن بطة، جملتين كده بس أقراين، فين كلام جميل في الموضوع ده. طيب، جاب الحديث بتاع الدجال من سمع به
من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع. ده الدليل، فلينأ عنه ما استطاع، يهرب منه. قال فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. قال هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق والمصدوق. فالله الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره ولأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصغ من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. إلى أن نقل المؤلف كلام اللالكائي مبينا خطر المناظرة، قال فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيظ كمدا ودردا ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا. ما يجد سبيل إلى إظهار بدعته، ما دام يا اخواننا البدعة مخفية ليس من الشرع انك تفتح مناظرة معه، خليه يموت كده بس. قدر ما يقول لك ناظرني يا اخ ناظرني، تعرف سنين طويلة في الجامعات المؤتمر الشعبي اتباع الترابي بيجي بطالبوا اخواننا بالمناظرة زمن طويل، مين ما يجونا؟ هنا مزمل بيقول لهم انت منو؟ انت الترابي؟ لا امي جيب لي الترابي ده الراس بتاعك، انت ما عندي معك شغل، يلا روح. ما بيناظروهم اخواننا، ليه؟ خلوهم يموتوا كمدا، لانه البدعه بتاعتهم دي اندثرت في المجتمع. الان الزول ما في ذو شغال به ولا فكر ما في ذو شغال به. قال حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم اليها طريقا وصاروا لهم الى هلاك الاسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجره وظهرت دعوتهم بالمناظره. دعوه المبتدعه ظهرت بشنو؟ بالمناظره. عشان كده يا اخواننا لما تلقى في نصوص السلف كلام الأجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة وكلام أحمد بن حنبل في أول كتاب السنة تلقى النهي عن المجادلة والنهي عن المناظرة من هذا الباب، لأن السنة كانت قوية والسنة ظاهرة والناس على الفطرة ما تفتح باب مناظرة. يعني أنا أسأل لو جاء واحد في محلة عندنا محررة وطيبة مسجد من مساجدنا مثلا وجاء داير يعمل له محاضرة ولا مناظرة معي، أنا ما بفتح له باب، ما بفتح الباب. بخلاف يا اخواننا اذا كان المكان مكان اصلا مكان ضلاله ومكان منتشر فيه والبدعه، ففي الحاله دي انت لو عندك علم وقدره على المناظره ناظر طوالي. يعني لو فتحوا لي باب في طابق عبد المحمود المسيد هناك بتاع الشيخ الجيلي ده، لو فتحوا لي باب للمناظره في موضوع التصوف بمشي طوالي من غير تردد، وما بجي اقول انا حانشر البدعه، لانه هناك في شنو؟ البدعه ده محلها ذاته، ده محلها طوالي بنطلق وبمشي بناظرهم، لانه اقلاها انا بزعزع ثقتهم في البدعه بتاعتهم دي. يعني اقلاها لو ما في ناس جدعوا السبحه ومرقوا وشرطوا النوبه اقلاها انا بزعزع قناعته، بخليه بيجي واقف للنوبه بعيد كده بعاين من بعيد ما يقدر يخش اكل، بزعزع قناعته كده بس في يده، لانه اصلا المكان هو مكان لشنو؟ للبدعه. اذا من اهم المسائل يا اخواننا في فقه المناظرات انما هواجة ولا رجاله، بس انا تناظرنا انا والله انا انت قايلها شنو؟ شنو انت قايلها؟ والله يجيك اصلا تجيب كتابي وجهي، لا لابد من معرفه انه هل بهذه المناظره ترفع السنة ولا ترفع البدعة. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.